السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور وليد بن علي الهزاني، استشاري عناية حرجة وجهاز هضمي ومناظير، وأستاذ بجامعة ماكماستر بكندا. شاكر لقناة الإخبارية وبرنامج بصمة استضافتي اليوم لأشارك المشاهدين تجربتي وتجربتي الشخصية على الوجه المهني. بدأت حياتي المهنية في عام 2002، تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض، وعملت في مستشفى الرياض العسكري، الآن مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. عملت لي قرابة شهرين، سنتين ونصف، خلالها كنت متدرب في قسم الباطنة، والحقيقة كانت تجربة جميلة جدا، و قد تكون هي لبنة النجاح أو بداية طريق النجاح، حيث بدأت ببناء المقومات الطبية، وبدأت بعلاج المرضى والتدريب والقراءة. ولكن كان هناك شيء يعني مثل ما نقول يعني يفتقده الإنسان، اللي هو مجال الأبحاث. بالرغم أن المملكة الآن تطورت كثير، ولكن مجال الأبحاث كان يعني من أحد الأشياء اللي كانت تنقصنا في البرنامج. وكان أحد الأطباء المتميزين الدكتور مجدي إدريس، الله يذكره بالخير، أحد الاستشاريين في المستشفى، نصحني أنه أطلع أنا لكندا وأعمل الفترة التدريبية هناك. فقمت بالتقديم، والحمد لله حصلت على قبول في جامعة ماكماستر في كندا. وفي عام 2005 التحقت برنامج تدريب الباطنة في جامعة ماكماستر بكندا، وعملت هناك وأكملت برنامج التدريبي فترة 3 سنوات. كانت بدايتها صعبة طبعا، مع تغير المجتمع، البعد عن الأهل والأصحاب والأقارب، ولكن الحمد لله يعني بالعزيمة والإصرار ودعم الوالد والوالدة رغم وجودهم هنا في الرياض، وزوجتي وأبنائي، كانت محفز كبير للاستمرار والنجاح والبذل. وخلال فترة التدريب هناك، بالرغم أني ما كنت أرغب في أني أكون باحث في ذلك الوقت، ولكن عملت مع أحد أشهر الباحثين في العالم، البروفيسور جوردن جايت، في خلال فترة تدريبي. وكان للفترة هذه الأثر الكبير علي من ناحية التحاقي في مجال الأبحاث وإصراري على التعلم، حيث وجدت أنه الأبحاث هي جزء لا يتجزأ من المجال الطبي، ولكي يكون الطبيب ناجح يجب أن يحصل على سكيلز أو القدرات التي تؤهله لقراءة الأبحاث والاستفادة منها وتطبيقها. فكان هذا هو المحفز. وخلال فترة تدريبي هناك عملت أكملت درجة الماجستير في الأبحاث الطبية في ماكماستر، أحد أقوى البرامج على مستوى العالم، وأحد أكثر البرامج صعوبة للالتحاق. والحمد لله كانت يعني فترة جميلة جدا، واستفدت منها كثيرا. وأيضا خلال نفس الفترة أكملت تخصصي في مجال الجهاز الهضمي والمناظير وفي العناية الحرجة، وأيضا الأشعة أو المناظير بالأشعة الصوتية. عدد من الأشخاص لهم الفضل الكبير فيما وصلت إليه. طبعا أبدأ بالوالد والوالدة، الله يحفظهم ويطول في أعمارهم، كان لهم الفضل الكبير، ليس خلال فترة التدريب فقط، بل حتى منذ طفولتي يعني، والحرص الشديد على التميز الأكاديمي وتوفير جميع المستلزمات يجعلك تشعر بالمسؤولية، ويجعل دائماً هدفك التفوق وطموحك دائماً أن تكون الأفضل. وكذلك لا أنسى زوجتي، كان لها أيضاً الفضل الكبير في دعمي معنوياً خلال فترة التدريب وأيضاً خلال فترة العمل، وأبنائي. أما من ناحية العمل، فهناك البروفيسور رومان يشكا، وهو استشاري عناية حرجة في ماكماستر، كان له الأثر الأكبر في حياتي، فقد قام بدعمي بكل ما يستطيع، وكان فعلا مثال للطبيب الناجح والباحث المتميز، وكان قدوة لي في كل
شيء يتعلق بمجال الطب والأبحاث، واستفدت منه كثيرا جدا. وخلال زيارة القريبة من المملكة العربية السعودية كان أيضا شرفنا أيضا بالزيارة، واستطعنا المرور على أكثر من عدد من الجامعات هنا في الرياض وفي الخبر وفي جدة، بحثا عن التعاون مع جامعة مكماستر العريقة، وكانت زيارة جميلة ولا زال التعاون مستمر، وإن شاء الله سوف يكون هناك تعاون أكبر ومثمر في المستقبل. دكتور وليد، أنا في البداية أبغى أسألك إنه كيف قدرت تكون عضو هيئة تدريس في الجامعة الكندية؟ أنا طبعا عملت فترة تدريب في جامعة مكماستر، فترة تدريب والتخصص كلها عملتها في الجامعة، وخلال عملي في فترة التدريب بالجامعة احتكيت بعدد من الاستشاريين وكان في تعاون كبير على الأبحاث العلمية. أنت خريج نفس الجامعة؟ أنا متخرج من كلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض. ولكن عملت التدريب تخصص والباطنية وتخصص في الجهاز الهضمي والمناظير والعناية المركزة كلها في جامعة مكماستر. خلال الفترة هذه مثل ما قلت لك عملت على عدد كبير من الأبحاث، وبما أن جامعة مكماستر حقيقة الآن خبر جديد، يعني تعتبر الجامعة الأولى في الأبحاث الطبية في كندا، والجامعة ترتيبها تقريبا 22 أو 23 على مستوى العالم، أكثر من 1500 جامعة ما شاء الله في مستوى الأبحاث، فتركيزهم كبير جدا على مستوى الأبحاث الطبية. فكانوا حريصين جدا على أن ينضم إلى مجموعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأنا رجعت أصلاً للرياض واشتغلت في المستشفى العسكري تقريباً فترة 3 شهور، بس كان العرض يعني مغري جداً من ناحية أكاديمية، وليس يعني ناحية مادية فقط، لكن من ناحية أكاديمية وفرص الإنتاج البحثي كان يعني عرض جميل. وكان طيب، إذا سألتك دكتور سمحت لي طبعاً عن أبرز أبحاثك العلمية اللي ما زالت عالقة في ذهنك. كلها محببة إلى قلبي. أنا عندي أكثر من 85 بحث نشر في مجلات علمية، وأكثر من 20 فصل في كتب مختلفة في عدد من التخصصات، وكلها قريبة إلى قلبي، ولكن الأبحاث اللي أقربها إلى قلبي تكون اللي أحدثت تغير للمرضى، تغير إيجابي للمرضى. في بحث قمت به فترة دراستي للماجستير عن المثبطات البروتونية أو اللي تنزل الأحماض في المعدة، يعني كنت سعيد جدا لما رأيت النتائج، أنه استطعنا من خلال البحث هذا نغير طريقة علاج المرضى في كل أنحاء العالم. فكان الدواء الدارج هذا شيء يدعو للفخر دكتور. والله أنا يعني كان المحفز لعمل هذا البحث يعني للمرضى، فكانت فعلا يعني كانت نقطة إيجابية، وكنت سعيد جدا لما شفت النتائج. وهذه طبعا كلها ظهرت في الإحصاءات، ففي إحصاءات قبل البحث اللي عملناه كانت تبين أن العلاج هذا ما كان يستخدم بكثرة، و30% تقريبا. الإحصائيات بعد نشر البحث 70% تقريبا من العنايات المركزة في أنحاء العالم. دكتور، وأنت رئيس لمجموعة الجايدز للأبحاث،
ودي تعطينا فكرة بس عن هذه المجموعة البحثية ويعني وش دورها؟ مجال الأبحاث اللي أعمل فيه هو عمل الدراسات العلمية المفيدة للمرضى وبعضهم أو من أهمها هو عمل التوصيات الإرشادية للأطباء. أقصد فيها أنه مجموعة بحثية أرأسها أنا ويقومون بإصدار توصيات طبية للأطباء في أنحاء العالم. فمجموعة جايد اللي تضم أكاديميين في قسم العناية المركزة أغلبهم من جامعة مكماستر ولكن عدد منهم من أنحاء العالم من أوروبا من أمريكا وفي بعض الزملاء أيضا من المملكة العربية السعودية منضمين للبحث وتتركز الأبحاث اللي نعملها على إنتاج توصيات إرشادية ذات جودة عالية. على سبيل المثال توصيات Surviving Sepsis Campaign أو الإرشادات الطبية لعلاج الصدمة الإنتانية. الصدمة الإنتانية هذه مرض يصيب ناس قد يعني يؤدي الوفاة إلى 40 أو 50% من الحالات وتعتبر هذه التوصيات الإرشادية من أكثر التوصيات الإرشادية استخداما في العالم. وكنت رئيس المجموعة البحثية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للعناية الحرجة والجمعية الأوروبية للعناية الحرجة أيضا والحمد لله نشرنا البحث أو التوصيات هذه في بداية 2017 والآن العمل على قدم وساق على قولتهم التوصيات الإرشادية إن شاء الله خلال سنتين وأكثر من 15 مجموعة إرشادية أيضا إحنا نعمل عليها مع عدد كبير من الجمعيات العناية الحرجة في كندا في أمريكا وفي أوروبا. طيب دكتور وليد أنت حصلت على جائزة أفضل عضو هيئة تدريس على مستوى يعني أقسام الباطنية في جامعة مكماستر. وش آليات هذه الجائزة وما هي القصة؟ كيف حصلت على هذه الجائزة؟ والله دعني بس أعبر عن شعوري بالفخر والسعادة وبحصولي على هذه الجائزة. يعني كانت لفتة جميلة من جامعة مكماستر وسعدت جدا بحصول عليها. بالنسبة لقسم الباطنة في جامعة مكماستر يندرج تحته العديد من التخصصات عدد كبير من التخصصات لا يحضرني عددها بالضبط ولكن منها طب الطوارئ طب التخدير المركزة القلب كلها جميعها تندرج تحت قسم الباطنة. فمنافسة عادة تكون يعني قوية. من آلية الترشيح تكون عن طريق المتدربين. فالمتدربين اللي أشرف عليهم أنا وأشرف عليهم زملائي يجتمعون في آخر السنة ويرشحون أسماء الاستشاريين الذين قاموا بواجب أكاديمي عالي وهي جائزة وحيدة فقط تقدم كل سنة. والحمد لله يعني كانت على مستوى جميع الأقسام وحصلت عليها يعني وأتمنى أنه أستمر إن شاء الله في عطاء أكبر من كذا بإذن الله. كيف ساهم هذا الدعم اللي أنت تلقيته في إنجاز يعني في إنجاز البحث ولعلها رسالة تصل إلى الجميع عن أهمية يعني تخصيص أكثر يعني موارد مالية لتطوير عملية البحث؟ سؤال جميل. هناك ارتباط أنا وجهة نظري الشخصية هناك ارتباط وثيق بين مستوى الأبحاث العلمية والإنتاجية العلمية ومستوى الرعاية الطبية. نأخذ على سبيل المثال أمريكا وكندا خصوصا أمريكا. الأبحاث الطبية هناك يعني مستوى الرعاية ولا مستوى الأبحاث؟ كل الاثنين تمشي في خط متوازي. ليش؟ لأنه وجود بيئة جاذبة أو بيئة ناجحة للأبحاث تعتبر بيئة جاذبة للأطباء المتميزين والباحثين المتميزين أيضا. فلذلك تجد أنه أغلب الأشخاص عندما يبحث عن رأي طبي أغلبهم يذهبون إلى الولايات المتحدة أو إلى كندا للبحث عن أعراض طبية خاصة في الحالات المستعصية والحالات الصعبة. لذلك دعم الأبحاث ضروري ضروري جدا. أنا حصلت على دعم عند بدايتي كعضو هيئة تدريس أيضا كانت جائزة مادية تعطى لأعضاء هيئة التدريس ليتفرغوا للأبحاث وأيضا يتنافس عليها لأعضاء هيئة التدريس الجدد وحصلت عليها من أول سنة انضميت فيها لجامعة مكماستر الحمد لله وساعدتني أنه أفرغ جزء من وقتي لأنه هذا الوضع في المملكة يعني ليس هناك وقت للباحث
وقت يخصص للأبحاث. يعني حاجة على جزئية المملكة. يعني أعطتني فرصة كبيرة جدا أني أنا أخصص يعني وقت لأبحاثي وأنتج. وأيضا آلية تقديم الدعم هناك عبارة آلية تنافسية. فالأطباء الباحثين يقومون بتقديم المشروع البحثي ويتم مراجعته وتمحيصه يعني على أكثر من مرحلة. والحقيقة يعني تقال أنه المبلغ الأبحاث الدعم الأبحاث مبلغ عالي جدا، طبعا ليس كالسابق ولكن يعني إذا البحث أنت تقول ليس كالسابق، ماذا تقصد كالسابق؟ يعني أول كان الدعم أكبر؟ أكبر طبعا. تقصد أنه مثلا الظروف الاقتصادية لها دور؟ الظروف الاقتصادية لها دور، عدد الأطباء عدد الباحثين زاد، التنافس سابقا كان قليل جدا فممكن البحث يحظى بدعم أكبر، الآن عدد البحوث زاد، الوضع الاقتصادي ليس كالسابق. البحث اللي يختارونه لتلقي هذا الدعم هل هو يعتمد على الموضوع، يعني أهمية البحث مثلا، أو إلى أي مدى يمكن أن يساهم في حل كثير من المشاكل، ولا وش الآلية اللي اختارون من خلالها البحث؟ طبعا يعتمد على جهة الدعم. في جهات هي جهات خيرية ولا حكومية؟ عفوا حكومية غالبا جهات حكومية أو حتى نفس الجامعة يعني لها أيضا تخصص بعض الدخل لدعم الأبحاث، فيعتمد على جهة الدعم. بعض الجهات تكون اهتمامها في موضوع طبي معين، أو بعضها يكون موضوع علاجي أو موضوع وقائي، فيعتمد. ولكن مثل ما تفضلت غالبا على أهمية البحث، نسبة يعني احتمالية نجاح البحث، وكم احتمالية الإمباكت اللي أو الصدى اللي راح يكون له تأثير على حياة المرضى أو على علاج المرضى. طيب هذه الجهات الحكومية هل لها علاقة يعني خلينا نقول إنها مثلا الهيئات أو وزارات الصحة، أو إنها تكون جهات حكومية مختلفة كنوع من CS أو المسؤولية الاجتماعية لهذه الجهات؟ هي منفصلة عن وزارة الصحة، وجهات لها يعني قانونها الخاص لها، بس هي في القطاع الصحي. نعم في القطاع الصحي، نعم تتبع يعني خاصة يعني أتكلم على CIHR Canadian Institute of Health Research، تتبع للحكومة الكندية، وكل الدعم المادي اللي يجيها يعني من الحكومة الكندية مباشرة. طيب كيف تشوف دكتور مستوى الدعم أو خلينا نقول الأبحاث في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط بشكل عام وفي المملكة تحديدا، مستوى يعني عدد الأبحاث وأيضا نوعية الأبحاث ومدى الاهتمام بالبحث العلمي في الطبي أقصد تحديدا؟ خلال زيارتنا الأخيرة احنا قمنا بزيارة عدد من الجامعات في المملكة، وصراحة أثلج صدري يعني التطور اللي شاهدناه ولاحظناه والاهتمام الكبير، يعني كل الجامعات مهتمة بشكل كبير جدا بالأبحاث. هذا يعطيني انطباع إن شاء الله في المستقبل راح تكون الأمور إن شاء الله أفضل. هذا يعني إن شاء الله أنك حترجع للسعودية وتساهم في هذه الإنجازات البحثية. خليني أقول أنت مرتبط أنا ما تركت البلد إلى الآن، وإن كنت يعني عملي مقر عملي هناك، ولكني لازلت يعني أعمل في أبحاث كثيرة مع زملاء كثير في السعودية، مع متدربين سعوديين كثير يعني أفتخر وأتشرف أني عملت معهم في كندا وأشرفت عليهم، وإن شاء الله راح يرجعون يفيدون البلد، وإن شاء الله نقول إن شاء الله في متى ما أتيحت الفرصة المناسبة إن شاء الله أنه حكون يعني لن أتردد إن شاء الله.